افتتح دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطرقية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مركز المساحة الصديقة للشباب درب في حي الحميدية بحمص القديمة، والذي يقدم دورات تدريبية مهنية متنوعة ومتخصصة مجانية. بالوقت يلي معظم فئة الشباب هي عم تفكر فيه بالهجرة والسفر، نحن افتتحنا هذا المركز وحاولنا نتوجه لهم لنقلهم دائما نحن جاهزين ندعم بعضنا ونزود بعض بالأدوات والوسائل اللازمة لحتى نقدر نستمر ولحتى نقدر نطور نفسنا. صحيح ظروف صعبة بس نحن أقوى من الظروف كلياتها. هالمركز اللي اسمه درب اللي هو عم يفتح مجال واسع كتير كتير لمساحة صديقة للشباب، يعني وخاصة هالبرامج اللي عم تتقدم لهم يعني وهالدورات اللي عم تتعمل لهم، يعني اللي هي بالنتيجة بتصب كلها سوا بهدف بناء بالطريقة الإيجابية. مركز درب هو مساحة صديقة للشباب، بيستهدف الشباب بين أعمار 18 و 29 سنة. هدفه الأساسي هو تمكين الشباب وتعزيزهم بالمجتمع. في عنا نحن برامج ومحاور متعددة بالمركز، بتبدأ من برنامج دعم النفسي لتنتهي بدورات تدريبية متنوعة بمجال التدريب المهني وبمجالات تخصصية متنوعة، بالإضافة لبرنامج مسرح التفاعلي، وفي عنا نحن ورشات ريادة أعمال. أهمية المركز كثير كبيرة بالنسبة لهي الفئة المستهدفة اللي هي فئة الشباب من عمر 18 ل 29، لانه الحقيقه هن الامل بالمستقبل، وهن اليوم بحاجه الى كثير دعم خصوصا بالاشياء التخصصيه حتى بمجال التدريبات المهنيه وغيرها، وهذا الشيء اللي هن عم يحاولوا يبحثوا عنه برا وعم يكون مكلف كثير هون بالمركز عم يتقدم بالمجان. هي اول شيء خبره جديده بالحياه وإلى علاقه شوي بفرعنا، انا بدرس هندسه معلوماتيه، والواحد حلو يصير يعرف يعني باقي الشغلات، وهي بالأخير يعني بصير الواحد عنده فرصة عمل إذا ما كمل درس. مركز درب يهدف إلى تمكين الشباب عبر التدرب المتخصص وصقل مهاراتهم ومواهبهم ليشقوا دربهم في سوق العمل، نظرا لأهمية دورهم في إعادة أعمار وبناء سوريا. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.